انتهي. انت من صدقك الحين رافضه الدكتور ما تبينه؟ ما باذنك ماي كلش؟ اي اي ما ابي. ليش؟ ما ادري ما ابي. اه ما ادري ما ابي. اه فهمتك فهمتك فهمتك. خبزتك عينتك عرفتك انت كلكم بالبيت انا عرفتكم زين. علشان خال نوره عم ابراهيم. وانت على بالك صدق ابراهيم يبيني وبيخطبني؟ ما يبيك؟ وانا طول هالمده على بالي بينكم شيء وبتتزوجون قريب وكذي. شلون بيننا شيء؟ انا من بعد ذاك اليوم يوم رحنا بيت خالتي ام سلمان ما شفته. على شنو؟ علش انت كذي رافضه كل الناس علشانه؟ بعدين انا وابراهيم اللي بيننا اتوقع انه حب من طرف ثالث. حب من طرف ثالث؟ وش يطلع هذا الحب اللي من طرف ثالث؟ يعني هو معجب فيني من صوب وانا معجبه فيه من صوب ولا واحد فينا قال للثاني. اه اوكي انا بفهم. انت الناس كلهم يوني يخطبونك على شنو؟ انا واحد واحد مو جاي يخطبني، انت العالم يوني يخطبونك ليش؟ ليش؟ الحسد 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 اعوذ بالله من الشيطان.